كوره مع عمر الجوهري عايز يدخل ودخل لوحده لعبها لبره حلو قوي رقم 7 شوط 3 وحلو اول ثلاثيه في المباراه واول نقاط المباراه وهجمه الجزيره حلوه يا ولد يا ولد سغامر 7 سعدني سعدني حلوه وسهله وسلسه وعمل خداع ذكي جدا كان هيمرر للخارج لكن لمعز ادم لم يوفق لمها وطلعت رجعها للزمالك الجزاوي لعبها حلوه المعزه اللي بيسجل ادم عبد الفتاح معزه ادم ادهم لعبها حلوه قوي نولوك باص كده مش باصص ولعبها حلوه يا ولد 12 ادهم الهواري لحسن الوكيل وماشيه ماشيه بثلاثه يا حسن تبقي دقيقه 10 ثواني او 15 ثانيه وتمريره مش باصص لها الجوهري بيقول له ادق ادق بص وحلوه يا ولد حسن خالد وعمر الكداني داخل مرره حلوه قوي لطارق وباسكت ورميه اضافيه لصالح نادي الضغط رهيب من نادي الجزيره تمريره حلوه حسن خالد لبره احمد وائل يا ولد جوهري الزمالك احمد وائل زمالك داخل داخل سلميه سهله وحلوه لكن ما دخلتش لما دي باوي حلوه وما جاتش برضه هيلمها هيطلع المره دي بقى لا طلع بره هيشوط بثلاثه السعداني حلوه حلوه يا ولد خد حازم عمر حازم الماتش سخن اهو هيشوط بثلاثه كرداني لم ودخل وعدى وعمل فنت يا ولد باسكت من الحاجات الممتعه في كره السله برافو كان وحش من حازم خطفها احمد وائل عمل دق دق الحريف ودخلت كاونت محتسبة جزاوي وسهلة سهلة عدى 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 خلاص آخر باسكت 36 30 دق دق للجوهري حلوة قوي حلوة أحلى 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 الجوهري ادى هدية للسعداني السعداني قال له والله أنا مديله هدية أحلى منها وقف له خاف ساب الكورة دخل حلوة قوي 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 الجزاوي جدا لمحاوله الضغط على الزمالك وافقادهم الكوره وفقدوا الكوره فعلا تمريره سيئه جدا فتحي الجزاوي وسجل خلاص اتنفسوا شوية حازم والله جت على حلقه ولفت فاست بريك خلاص الزمالك بيخلص وتنتهي المباراه بفوز الزمالك بفرحه شديده لجماهير الزمالك واسرهم ولاعبيهم بعد ما المباراه عقربت بلغه الرياضه عقربت في اخر لحظه كده خدوا نفسهم وقدروا يفوزوا بمباراة الزمالك.